طبعا مثل ما قلت أعلنت شركة الواحة اليوم عن استثمار جديد دخلنا فيه، وهو استثمار في شركة أنجلو أريبيان للرعاية الصحية. الشركة هذه استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية طبعا، وتركيزها على الإمارات الشمالية وعلى أبوظبي. وطبعا هدفنا من هذا الاستثمار هو تنويع مصادر الدخل لشركة الواحة، اللي هو واحد من أهم أهداف استراتيجيتنا التي وضعناها منذ 4-5 سنوات، والحمد لله نجحنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، فهو جزء من تكملة هذه الاستراتيجية. الدخول في قطاع قطاع الرعاية الصحية هو مهم بالنسبة لنا، لأن هذا القطاع مهم بالنسبة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو قطاع طبعا في نسبة نمو كبير، فنطلع إلى زيادة استثماراتنا في هذا القطاع على مدى 3-5 سنوات القادمة، ونطلع إلى أن يشكل جزء أكبر من دخل الشركة إن شاء الله. سيد سالم، لماذا قطاع الصحة بالذات؟ وهل سوف تكون استثمارات الشركة في الإمارات وخارجها؟ تركيزنا المبدئي على دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيزنا دائما في شركة الواحة على استثمارات طويلة المدى. نحن مش من المستثمرين اللي يدخلون بسرعة ويطلعون بسرعة لتحقيق ربحية، وعادة هذيلا يكونوا ياخذوا نسبة ريسك أعلى من شركتنا. نحن شركة تطلع إلى النمو في قطاعات معينة لديها خبرة قوية فيها، من ضمنها قطاع تأجير الطائرات طبعا اللي داخلين فيه بشكل قوي، قطاع الخدمات المالية، قطاع التطوير العقاري، وقطاع الخدمات النفطية، والآن طبعا دخلنا في قطاع الرعاية الصحية. هو قطاع مهم بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو قطاع نطلع إلى يكون في نمو كبير على مدى 3-5 سنوات المقبلة. أسباب هاي النمو طبعا هي أول شيء ارتفاع متوسط الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة. السبب الثاني هو طبعا توقعاتنا بأن يكون التأمين الصحي متطلب في الإمارات الشمالية وفي دبي كما هو ملزوم في العاصمة أبوظبي. هي متواجدة حاليا شركة أنجلو أريبيان مستثمرة في 3 شركات أساسية، لديها عيادات وصيدليات ومراكز تشخيص في ومستشفيات في الشارقة وعجمان وفي أبوظبي، ونتطلع إلى النمو في هاي الإمارات وطبعا الإمارات الشمالية وطبعا في دبي إن شاء الله. وهي شركة قائمة، كل الشركات اللي مستثمرين فيها شركات فيها ربحية، فنتطلع إلى دعم هاي الشركات من ناحية إدارية لأن نزيد مستوى الربحية فيهم إن شاء الله. ما هو حجم استثمارات شركة الواحة كابيتال في قطاع الصحة؟ حجم الاستثمار اللي نحن داخلين فيه في شركة أنجلو أريبيان هيلثكير هو يشكل خطوة أولى من طموحنا في هذا القطاع إن شاء الله. وطموح شركة الواحة بأن على مدى 3-5 سنوات القادمة نستثمر بين 200 و250 مليون درهم في هذا القطاع. وعلى مدى المستقبل طويل المدى نتطلع إلى أن يكبر تواجدنا في قطاع الرعاية الصحية، ويشكل عمود آخر تقوم عليه شركة الواحة مثل ال4 قطاعات اللي احنا داخلين فيها. ما هي القطاعات الأخرى التي تخطط الشركة للاستثمار فيها في المستقبل القريب؟ بالنسبة لتطلعات النمو نحن نشوف طبعا قطاع الخدمات الصحية اللي نحن داخلين في رعاية صحية هو قطاع مهم بالنسبة لتركيزنا عليه في مدى 3-5 سنوات القادمة. وطبعا القطاعات اللي احنا داخلين فيها حاليا هي أيضا مهمة بالنسبة لنا، فدائما نطلع عليهم ونشوف إذا في فرص فيهم. ومع ذلك نحن ننظر إلى قطاعات أخرى عامة تكون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون قطاعات لدينا فيها خبرة عالية مثل قطاع التعليم، فهو قطاع مهم وقطاع فيه مستويات نمو كبيرة في المستقبل إن شاء الله.